السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال دباه؟ صار لنا كم يوم نلعب رانك وتبين معاي بعض الأسلحة، قرفنا حالنا بسبب بعض الأسلحة زي ديارتش، البايزون مثلا وكنكسكس. اعتبروا هذا المقطع توبي 3، يعني هو مش توبي 3 يعني، بس راح أعطيكم ثلاث أسلحة قوية جدا تستفزوا فيها الأعداء. نلعب في ديارتش، اوكي؟ جاهز ديارتش؟ أعطيكم التركيبات سريعا وندخل بعدها جيم رانك. جوال أدوبي دي سي الماسورة، مستند ام اي بي هجومي، ليزر تكتيكي، مخزن 30 او تي ام، وشريط المقود محبب. دي ار اتش ميتا ما هيخلوني اشتمهم، والله ما بيش باب الشتام. هذول مهزئين والله العظيم مهزئين. لاحظت شغلة وانا بنتج بالفيديو اني ساكت، فمش عارف ليش كنت مركز كثير في الجيم مع انه كان جيم صعب اساسا، بس هيني حكيت اشي غير مهم. ايوه ايوه هيك ايوه مهزئ امشي يا ضعيف، يلا امشي يمشي. يلا اللي بعده. دي ار اتش قوي ولكن شوف اوه حرام في قرنيت نزلت علي من السماء. ولاي يلا هش برا. اللي بعده ايزي. اللي بعده انتوا يا جماعه دائما بتشتكوا اني بلعب في اسلحه ميثيك واسلحه ليجند والارون سايت مختلف او السكوب تبع السلاح مختلف، عشان هيك اليوم ها لعبنا لكم بالكريك 6 سكوب عادي، حطيت لكم عليه ريدوت ماسوره ام بي خفيفه قصيره، منظار كلاسيكي، مسند كتف او دبليو سي، مخزن ذخيره مزدوج، شريط المقبض الصلب. هي التركيبه تبعت الكريك 6، والصراحه سلاح مستفز جدا، ما جربته هذا الموسم ولا مره، ولكن اللاعبين اللي ضدي جربوه علي وانا بشهد لهم انه السلاح قوي، فنجرب مع بعض. فرينج رينج احسن ماب، مش عارف ليش الالوان قويه ساطعه. نسيت عدلوا على الماب، اوكي راحت عن بالي. كريك 6 بدنا ننطلق. اضربني. اوف يا ويحي شو اللي بصير؟ السلاح مرعب والله، قوي. ايش فيه؟ كثير قوي. هاها ولا احوم. ميت. لا اوه القوة مرعب، الكريك 6 مرعب مش طبيعي، عنيف بزيادة. شو بدي اعمل الكريك 6؟ شيش كاونتر اي في ادفانس. انا نسيت اسمها من كثر ما انه ما عمري جبتها، بس هسه جبتها على دورهم. يا ويلي قد صاحبي معنا بعض الاعلام. بدعسك انضب جوا، تطلعش لا اشوفك. ايش هالقوة بالسلاح؟ خفت الحركة فيه رهيبة. انضب ولا امشي من هنا. اوف يا اخي والله حرام الواحد بيعمل عليه بزياده، ما في حدا بيقدر. ما ضرب الكاب يا روحي. هاي خذ هاي، يلا سمعني صوتك.
يا حرام. يلا شو اللي بصير فيها حرام؟ والله وضعهم بحزن الأمانة. ايش اللي بصير في الأسلحة هاي؟ شو بتعمل في اللاعبين؟ ايش في؟ هاي تركبت بايزون، مش راح نلعب بسكن ليجند عشان ما تحكي لي بتلعب بسكنات ميثيك او ليجند. المهم سكوب عادي، ليتس جو. اوف 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 اوف، انا فين؟ انا فين؟ خذها. يا سلام على الخفة. ولا اوكي الوضع صعب كثير صعب، بس خلينا شغالين. لا ايه ولا ابلا. يا ويلي يا ويلي على الدلع، يا ويلي. يا ويلي يا ويلي على الدلال. تعال اطلع لي اطلع لي جاي. حبيت امسي على حضرتك. 1 2 3 اير سترايك از ريدي كيپ اون ذم وير وينينج ذس وان. انمي ان سايت شو تارجت داون. انا ليه مركز هيك بزياده؟ حاش الراس في الايباد بس معلش. تارجت ان سايت شاطر. يا سلام على البايزون المستفز. البايزون اقوى من اللازم. ولا 21 كيل 21 كيل 21 كيل في البايزون. يعني كفاية هذا الراوند، بحس انه كفاية يعني مش عارف، حاسس انه شوي كفاية يعني ما فيش داعي يتهزوا اكثر من التهزيء اللي حصلوه الحين. ليه ما سهلكم؟ يا السهولة يي يي، كيف الناس سهلين كثير يي. فنكتفي بهذه القدر من الأيام ونشوفكم على مقطع جديد إن شاء الله. سلام.